الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان، محمد الجمال يحييكم من استاد القاهرة الدولي، حيث المباراة المرتقبة ما بين منتخبي مصر والكونغو المؤهلة بالتصفيات لكأس العالم بروسيا 2018، مباراة تحديد المصير. يا ترى من حيكون صاحب النصيب ونقول شرف التواجد بين الكبار في كأس العالم؟ طبعا السلام الوطني الآن، المدرجات ممتلئة على آخرها في استاد القاهرة، أكثر من 80,000 متفرج. طبعا منتخب الكونغو بيقدم تحية على المنتخب المصري، بداية سريعة، الفرع في مصلحة منتخب الكونغو يلعب واحدة والتانية. أبو صلاح حلوة كتيبة حلوة للنمية كنت عادي وتقول ترجع طارق حامل وشوطة قوية جدا، لكن في السماء مرة تانية منتخب مصر هاي الهرجة العيدي عادي وتقول تتزيلة قوية جدا وترجع مرة تانية. حجاز يشيل لو أبو صلاح وتقطع حلوة كتيبة في حالة المرة من كونغو مرة تانية، هيعمل ايه؟ هيسدد تزيلة من عبارة كرة كونغو على شمال الحضري أبو صلاح، أبو مكة يعدي ويرفع الكرة العرضية حلوة هناك عند حجازي، حجازي والنادي فيه، النادي فيه، تطلع بعيدة توصل للكونغو مرة ثانية، يعدي الكرة حامل تسديدة والله قايم، يا سلام أبو صلاح، أبو صلاح هيعدي يعدي يعدي الكرة العرضية والله يا ولد يا ولد، لكن فيه حجازي مرة ثانية، يا سلام مين اللي جاب الخط؟ توصل للكونغو، يلعب الكرة العرضية طويلة هناك حارس المرمى يشيل، توصل مرة ثانية للكونغو، الكونغو جنب حرم الرشرة أبو صلاح وتسديدة قوية لكن حارس المرمى ترتدي القفاز الاجابه ويمسك الكوره توصل للكونغو مره ثانيه، الكونغو يلعب الكوره العرضيه واحده والثانيه والتسديده قويه لكن الحضري موجود وحجاز يشيل هايل 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 يا راجل هايل مره ثانيه الماتش تعاد الكوره بطيئه جدا في حارس المرمى تسديده للكونغو من بعيد تسديده صاروخ يا سلام يا ولد العيد حلوه الكوره مره ثانيه عند محمد صلاح راح يعدي الله 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 الهدف الاول لمصر الكونغو كره حلوه في وسط الملعب رمضان صبحي يعدي يكون رمضان وعلى يمينه صلاح رمضان وصلاح يا سلام يا ولد لعيب يعدي يكون هيعمل ايه ويلعب كوره جميله لكن تكبر الحارس يشيلها وطارق حامد مره ثانيه في السماء يا سلام يا سلام للكونغو الكونغو يلعب الكره العرضيه هناك الناحيه الثانيه خلص وتسديده قويه وجول جول 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 التعادل توصل مره ثانيه لمنتخب مصر هيا يا ولد لعيب استلامه من اعلى نقطه يشيل دفاع الكونغو حارس صد قوي جدا هيتصدق قوي الكونغو حلوه مع منتخب مصر حجازي يرفع الكره هناك توصل جميله جدا وضربه جزاء